إذا مرحبا بكم معنا من جديد دائما فقرة أجي نستفدو. تحية طيبة لكل متتبعينا الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. إذا دائما كنعطيو مجموعة من النصائح اللي نتمنى تكونوا كتستفدوا معنا. إذا لا كانت عندك البصلة وكنعرفوا أن كثير السيدات كيقبطوا البصلة وتيديروها إما في المجار إما في الشبكة. لا غادي تقبطي مثلا إذا كانت عندك بزاف كل كيلو غادي ديريه في القنبة، يعني غادي تديريه على شكل عقد وتعلقيها في شي مكان يكون مهوي كتصبر مدة طويلة، حسن ما ديريها في الشبكة أو ديريها كما قلت في شي مجر تجي بلاصة مخبعة كتخماج وما كتصبرش مدة طويلة. إذا قلنا إذا كانت عندنا البصلة كمية اللي هي كثيرة غادي ديريها على شكل عقد في شي قنبة وغادي ديريها في شي مكان مهوي كتصبر مدة طويلة. اذا الا بغيتي تنظفي الاواني اللي كتكون عندك محروقه غادي ديري شويه ديال الخل، صابون بلدي، حلفه رقيقه، خميره ديال الحلوه، زائد من طبيعه الحال الماء، غادي ديريه في الاناء المحروق مع الخل والخميره تخليهم يغلاو فوق البوطه. من بعد غادي ندهنو بالصابون البلدي كامل ونحكو بالحلفه ونغسلو من بعد بالصابون العادي كيزول الحريق ديك الحرق اللي كيكون عندنا لاصق بسهوله. اذا قلنا الا بغيتوا تنظفوا الاواني اللي عندكم محروقه غادي تاخذوا شويه ديال الخل، صابون البلدي، حلفه رقيقه وخميره الحلوه، غادي ديري تقطي الاناء من طبيعه الحال اللي عندك محروق غادي ديري فيه شويه ديال الخل والخميره تخليهم والماء تخليه يغلي فوق البوطه. من بعد غتصفيه غادي تدهنيه بالصابون البلدي كامل تحكيه بالحلفه تغسليه من بعد بالصابون العادي وهذا الشيء كيزول الحرق بسهوله. ومجربه هذه الا بغيتوا تزولوا الحرق من شي حاجه اللي كتكون مثلا كاسرونه او مقله ولا شحال من حاجه كتحرق لنا فاش كنكونوا في الكوزينه. اذا بالنسبه لطريقه تعطير الحمام، يعني غادي تاخدي قريعه ديال الدجاج غادي تعمريها حتى الربع ديالها بكربونات الصودا، غادي تزيدي 8 القطيرات من اي زيت عطري يعني الخزامه او الحامض تحركيه مزيان وكيبقى هذا بطبيعه الحال في الماء كيمتص هذا الزيت اللي دفنا له وكيحيد كل الروائح اللي هي مزعجه. اذا قلنا غادي تاخدي قريعه الدجاج تعمريها حتى للربع ديالها بكربونات الصودا، نزيدو 8 القطيرات من اي زيت عطري اللي بغيتي الخزامه او الحامض نحركوه مزيان وهذا الشيء كيبقى يمتص الروائح المزعجه. اذا الا نسيتي ما رطبتي الحمص لان كثير الناس كيبغيو يديروا الحريره حتى لاخر لحظه، غادي تقبطي الترموس غادي ديري فيه الماء غليان من طبيعه الحال وغادي ديري خماره ديال الحلوه وغادي ديري فيه الحمص وغادي تسدي عليه واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه كيولي الحمص طايب واجد باش تصوبي به اي اكله بغيتي، يعني الحريره ولا غادي تنصبي به شي حاجه. هادو النصائح نتمنى تكونوا استفدتوا معنا منها. فكنضرب لكم موعد مازال الى حدود المنتصف مع مجموعه من الفقرات كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا. اللحظه نتوقفوا مع